أولا الحدث ديال الوفاة الشهيدة شيرين أبو عقلة حدث مؤلم، جريمة نكره مدانة لا يمكن تبريرها أو تسويغها أو القبول تحت أي ظرف من الظروف بتلك الجريمة النكره التي وجهت أولا إلى الصحافة، إلى الحق في الإعلام، إلى الحق في معرفة ما يقع. الجريمة حصلت أثناء عملية اجتياح من طرف قوات الاحتلال الصهيوني لمخيم جنين بعد شهر من الصمود البطولي للشعب الفلسطيني الأعزل في مواجهة الاحتلال العنصري الاستيطاني الصهيوني القذر الذي لم يتردد في استهداف الأقصى المبارك واستهداف قبة الصخرة واستهداف الحرم المقدسي ثالث الحرمين الذي ترأس بلادنا في شخص جلالة الملك أمير المؤمنين نصره الله لجنة القدس والتي كان موقفها مشرفا في مواجهة العدوان الإسرائيلي الصهيوني على القدس طيلة شهر. إذن الجريمة التي استهدفت شيرين أبو عقلة رحمة الله عليها، هذه الجريمة النكراء لم تكن فقط موجهة إلى الصحافة بل كانت موجهة إلى نضال الشعب الفلسطيني. ولهذا بالنسبة إلي عندما وقفت على تلك الجريمة اعتبرت أن ما حصل لا يمكن، لأن الجميع أدانه، الجميع ولا يمكن أن نحول المعركة من الاحتلال إلى أن تصبح معركة في الداخل. شكرا. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.